جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. وجد في بعض كتب طلاب العلم من المعاصرين لهذا الزمان، وجد لهم قول يشبه ذلكم القول، وهو عدم وجود غطاء الوجه بالنسبة للنساء. ما قولكم لهؤلاء الطلبة المعاصرين، وما قولكم لمن يقتدي بهم؟ جزاكم الله خيرا. هذا قول قديم، بقول أن الوجه الكفين من المرأة ليس بعورة، هذا قول قديم قال به بعض الفقهاء، وهؤلاء المعاصرين يقلدونهم، وأيضا يريدون أن يفتحوا للناس مجالات التوسع والرخص، فيتلمسون كل ما يرون أن فيه ما يساعدهم على هذا المقصد، ولو كانت أقوالا ضعيفة وأقوالا مردودة، فهم يبعثونها وينشرونها دون أن يبينوا مستندها أنها مستند صحيح، ودون أن يقارنوا بينها وبين ما يخالفها ومعرفة الأدلة، وإنما همهم فقط الحصول على هذه الآراء ونشرها دون نظر إلى مستندها وهل هي صحيحة أو غير صحيحة، وهل لها دليل واضح أو ليس لها دليل، وهذا من ابتغاء الفتنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب على طالب العلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يفتي بقول إلا ما يعضده الدليل الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يكون في ذمته ويتحمله يوم القيامة. هذا الذي يبعث للناس الأقوال الشاذة والتي فيها فتنة للناس وتبعث على التساهل في أمور الدين، هذا يتحمل ما يقوله يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وشكلك لو فتشت في الكتب ستجد أقوالا كثيرة غريبة وتتعجب كيف تصدر من بعض العلماء، ولكن الله جل وعلا لم يكلنا إلى أقوال الناس، وإنما وكلنا إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا يقبل من الأقوال إلا ما يعبده الدليل الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. طيب.